اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرسل فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والاجنبيه، ولكن بعد اهم العناوين. نطالع في موقع الهيئات بحجه الخلايا النائمه، القوات الحكوميه تعتقل عشرات المدنيين في الموصل. وفي المدى نطالع سيطرات وهميه على طريق بغداد كركوك توقع عشرات المدنيين. نتصفح في موقع كتابات سوق للمرتزقة، 100 شركة أجنبية أمنية خاصة في العراق. ونتصفح في الجزيرة نت، توجس فلسطيني واحتفاء إسرائيلي بتعيين بولتون. في العربي الجديد نشرة تحت عنوان انفلات أمني متعمد في مناطق عراقية وترهيب بأهداف انتخابية. ونقرأ في القدس العربي بلوتون، ترامب يجب أن يصر على نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ على غرار ليبيا. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة، قلق في بغداد من تبديل وجوه الإدارة الأمريكية. النظام الحاكم في العراق يفر من حقيقة تراجع مفاهيم الجيش الوطني وانحسار عقيدته المهنية بما يجرده من إمكانيته، ويهيئ المناخات لولادة قوى مسلحة أخرى تلتقي معه في واجبات الميليشيا. الإرهاب السياسي مرجعية راسخة لمصنفات الإرهاب ترتبط بتخلف الإدارات الدولية والمحلية لاعتمادها رؤية قاصرة لأفق الحياة البشرية، هكذا ما جاء في مقال للكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. المشروع السياسي في العراق لم يخضع لسلطة الأفكار، إنما لسلطة الطائفة أو الحزب أو لتناحر المرجعيات. أكبر الجرائم يتم التستر عليها بنفاق قوة سلطة حاكم ما أو قوة غاشمة رغم مخالفتها الشرائع السماوية والوضعية. الحقيقة حالة تتبلور في مجتمعات تقرع جرس المخاطر وتنذر بالكوارث قبل وقوعها، لكن لا أحد من خارج محيطها يتحمل مسؤوليته الأخلاقية. ودائما تكون مؤشرات المنظمات الإنسانية أو التقارير الاستقصائية غير ملزمة أو مؤثرة لعدم امتلاكها قدرة التغيير والردع. أي مرحلة مقبلة بعد الانتخابات غير التتمات لنظام المحاصصة الطائفية، وإن بعناوين مختلفة لأفلام قديمة متهرئة المشاهد يتسيدها الدور الإيراني بإرهابه المقيم على أرض العراق، متخذا من زيادة عدد القوات المسلحة ذريعة لفصول مواجهات رهن إشارة المرشد علي خامنئي بمفارقة تواجد تنظيمات إرهابية أو تواجد قوات عسكرية أمريكية، ودائما باستراتيجية تأمين الأمن القومي لولاية الفقيه. في أعماق العراق ثورة تصحيح لأخطاء فادحة، لكنها تفتقد إلى التشخيص وتقع في خطيئة التجزئة وصناعة العدو المختلف، بينما أصلهم في تجميع الطاقة كالبراكين المعتقة بصمت الأرض. الإرهاب حقيقة طائفي، وكان طائفي أو سياسي وانتخابي وميليشياوي وصحي وتعليمي، إرهاب يدركه البغادة بمحاصصة توزيع الأمن على محلاتهم السكنية في مضاربات نفوذ الميليشيات تحت شعار حماية الممتلكات والأرواح من الآخر، إلا من نفسي على طريقة الحرافيش في حارة الحضارات الإنسانية بحسب الكاتب. يشكو مواطنون عراقيون يسكنون قرى في شمال البلاد من فقدان مناطقهم الأمن، ويربطون بين الانفلات الأمني وبين الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو آيار المقبل. وتشهد مناطق تتبع إدارية محافظة كركوك وأخرى تتبع محافظة صلاح الدين
اعتداءات إرهابية تتكرر باستمرار، فيما تعيش مناطق أخرى مجاورة لهم في أمن تام، كما جاء في تقرير لصحيفة العرب الجديد. قرى تقع في جنوب كركوك وصولاً إلى محافظة صلاح الدين تتعرض باستمرار لتفجيرات واشتباكات مسلحة بين جهات أمنية ومسلحين، وهو السبب الذي سيجعلها خالية من مراكز التصويت. ووفقاً للعبيدي، فإن الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المناطق مدبرة من قبل سياسيين لهم ثقلهم في المحافظة، إنهم يخافون خسارة مناصبهم، ووصل به الأمر لتعريض حياة الناس للخطر في سبيل المنصب. ولفت إلى أن سكان هذه المناطق لا يؤيدون هؤلاء السياسيين ويدعمون مرشحين آخرين ليس لهم نفوذ وميليشيات مسلحة. وبقاء هذه المناطق غير آمنة يمنع إقامة مراكز انتخابية فيها، ما يعني عدم تصويت سكانها، وبالتالي ينحصر الفوز بمجموعة السياسيين الفاسدين. وبعد 3 دورات انتخابية يؤكد العراقيون من خلال تظاهرات واسعة تخرج باستمرار في مختلف المدن في البلاد أن الانتخابات لم تقدم سوى حكومات تهتم بمصالح الأحزاب وتمنح امتيازات لأعضاء مجلس النواب وكبار السياسيين، فيما يعاني السكان من تراجع في مختلف الخدمات الأساسية فضلاً عن تردي الوضع الأمني، مما يشجع أعداداً كبيرة من العراقيين على مقاطعة الانتخابات. وكشفت العرب الجديد عن وصول تهديدات لقرى تقع في محافظة صلاح الدين من قبل بعض السياسيين، وأن أحد السياسيين أرسل تهديداً لسكان هذه القرى عن طريق ممثلين عنه بأنهم إن لم يدلوا بأصواتهم لصالحه لن يهنأوا في حياتهم مطلقاً، وقالوا أنهم يخافون أن يبوحوا باسم هذا السياسي لكونه مدعوماً من قبل ميليشيات مسلحة. في خطوة غير متوقعة، رفض رئيس الجمهورية العراقي الدكتور فؤاد معصوم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، في المقابل يستخدم البعض قراراً سابقاً للمحكمة الاتحادية في التأكيد على أن ليس من صلاحية رئيس الجمهورية عدم الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب وإعادتها إلى المجلس النظر في النواحي المعترض عليها. أثار الكاتب يحيى الكبيسي في مقال له بصحيفة القدس العربية عن صلاحيات الرئيس في العراق مقابل السلطات الأخرى. بعيداً عن الأسباب التي تقدمها الرئاسة لرفض المصادقة على قانون الموازنة لعام 2018 بسبب انتهاكها للدستور، فإن السؤال الأهم هنا هو هل يملك رئيس الجمهورية صلاحية رفض المصادقة على القوانين؟ ومن الذي يقرر ذلك؟ إن مراجعة المادة 73 ثالثاً من الدستور العراقي توضح أن على رئيس الجمهورية أن يصادق على القوانين التي يسنها مجلس النواب ويصدرها، وأن هذه القوانين تعد مصادقاً عليها بعد مضي 15 يوماً من تأريخ تسلمها. وكان واضحاً من تصريحات رئيس مجلس النواب وبيان الأمانة العامة لمجلس النواب وتصريحات نواب وسياسيين ومعلقين أنهم جميعاً يستندون إلى هذه المادة في إشارتهم إلى عدم وجود صلاحية لرئيس الجمهورية بعدم المصادقة، وأن القانون سيعد مصادقاً عليه بعد مرور المدة المحددة دستورياً. لم يكن الدستور في العراق تاريخيا سوى أداة سياسية يستخدمها الفاعل السياسي الأقوى لتمرير تأويلاته، مهما بدت هذه التأويلات مفرطة وبعيدة كل البعد عن النص، خاصة في ظل الافتقاد إلى جهة محايدة للتفسير والتأويل في ظل تحول المحكمة الاتحادية العليا هي نفسها إلى مجرد أداة سياسية لتحويل هذه التأويلات المسيسة إلى قرارات، وبالتالي ستبقى العلوية لعلاقات القوة وحدها فقط والصفقات السياسية من خلفها، ليس على النص الدستوري فحسب، بل على مبادئ النطق والمنطق والعقل أيضا بحسب الكاتب.
تلقى التغييرات والتعيينات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارته صدى واسعا في بغداد، والتي تنشغل أوساطها السياسية بتقدير انعكاسات القرارات تلك على الوضع العراقي، خصوصا لجهة العلاقة الأمريكية المتوقعة من الحكومة الحالية. وكان ترامب أعلن ليلة الخميس قالة مستشاره الأمن القومي هربرت ماكماستر وتعيين خلفا له سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، الذي عرف بمواقف متشددة من إيران، وذلك بعد أيام على إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بديلا منه، وذلك بحسب تقرير في صحيفة الحياة اللندنية. ولدى الأطراف السياسية العراقية الأكثر قربا من إيران قلق من المتغيرات، خصوصا أنها تأتي وسط تكهنات بتصعيد واشنطن موقفها من مراجعة الاتفاق النووي مع طهران، وعلى عكس السياق التقليدي لسياسة إيران تجاه العراق، خصوصا عملية تشكيل حكومته المقبلة، إذ كانت لطهران اليد الطولى في تشكيل الحكومة الحالية وفرض المقربين منها في مفاصلها، فإن هذه الأوساط تتوقع أن تتخذ إيران موقفاً أقل تشنجاً في التأثير في الحكومة المقبلة. وتعتبر تلك الأوساط أن جزءاً من مطبخ القرار الإيراني يرغب في حليف عراقي يساعد في الحوار مع واشنطن، وإن رئيس الحكومة حيدر العبادي أفضل من يمكن أن يتصدى لهذه المهمة. في المقابل تعتقد الأطراف الأكثر تشدداً والمقربة من المرشد علي خامنئي والحرس الثوري بأن السيطرة على الحكومة العراقية المقبلة عبر مقربين منها مثل هادي العامري أو نور المالكي تضمن توسيع دائرة الصراع المتوقع مع أمريكا واستخدام العراق ساحة. لكن أوساط مقربة من حكومة العبادي ترى أن الأخير يمكن أن يكون خياراً أمريكياً إيرانياً عربياً للمرحلة المقبلة تعكس قلقاً من نوع آخر، يذهب إلى أن واشنطن قد تطلب من أي رئيس حكومة في العراق أياً كان أن يحدد موقفاً واضحاً من الصراع، وهو أمر يصعب أن يقدم عليه العبادي الذي عرف كرجل توازنات. الصراع الدولي هل يقترب من الخطوط الحمر؟ هكذا عنوان الكاتب محمد الرميحي مقالته في صحيفة الشرق الأوسط، مضيفا الخط الأحمر هو أن يندلع صراع واسع بين الولايات المتحدة وبين روسيا الاتحادية، قد تستخدم فيه أسلحة غير تقليدية، البعض قد يندهش من هذا الاستهلال المخيف، إلا أن المتابع لأحداث التاريخ يعرف جيدا أنه في السياسة خصوصا السياسة الدولية عليك أن تتوقع غير المتوقع. ترامب في تحليل كثيرين حتى في الإعلام والأكاديمية الأمريكية رئيس اخترق كل المعايير المتوقعة والمتفق عليها من رئيس أمريكي، ولكن المعايير تلك التي يعجب البعض باختراقها ليست قوانين واجبة النفاذ، هي معايير قريبة إلى التقاليد وضعتها النخبة الأمريكية الحاكمة على مر سنوات الممارسة، واعتقدت أن الخروج عليها مضر. المعركة التي تخوضها الولايات المتحدة ضد الروس اليوم هي ثلاثية الرؤوس في أوكرانيا وكوريا الشمالية وفي الشرق الأوسط. الافتراض أن محادثات بيونغ يانغ القادمة مع الولايات المتحدة إن تمت هي نصر لكوريا الشمالية افتراض غير دقيق. العين الحمراء والزر النووي الأكبر الذي لوح به ترامب هو الذي جعل بيونغ يانغ تعيد التفكير في المواجهة، حيث وجدت أن المناطحة مع الإدارة الترامبية ستخرج منها خاسرة. في أوكرانيا تشدد العقوبات الاقتصادية وتضيق الحلقة ضد روسيا، وهناك تضييق أيضاً على وكيل روسيا في الشرق الأوسط وهي إيران، هنا ترسم اليوم خطوط المواجهة. شخصيتان على جانبي الصراع في المسرح الدولي، في خلفيتهما السياسية وفي مواقفهما العامة توجد بذور ما يمكن أن يؤدي إلى ذلك الصراع.
الشخصية الأولى هي دونالد ترامب والثانية فلاديمير بوتين. هناك الكثير عند قراءة هاتين الشخصيتين مما ينبئ بأن الأمور الأكثر احتمالا تتجه إلى صراع خلفيته هو الفهم الخاطئ تماما وغير الموضوعي من قبل كل منهما يعني كما يصف الكاتب. إنما تشهد المنطقة بصفة عامة وفلسطين والدول الداعمة لشعبهما ولمقاومتها بصفة خاصة من عدوان وإرهاب وتآمر وتدمير لا يخدم سوى طرف واحد أوحد وهو كيان الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه الاستراتيجيون. لقد استمر المحتل الإسرائيلي وحلفاؤه وداعمه إثارة الفوضى والخلافات والفتن ونوازع الشقاق والتحريض لأهداف بدت واضحة ولا تخطئها عين كل متابع ومراقب لما يدور على ساحات المنطقة من إرهاب وإجرام وتدمير وتشاحن بين مختلف مكونات المجتمعات العربية المستهدفة حقيقة بالتمزيق، لأن هذه المظاهر الإرهابية والإجرامية ومظاهر الفتن باتت هي الورقة الرابحة لكسب معركة البقاء والاحتلال والاستعمار بحسب صحيفة الوطن العمانية. ومن المؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي تمكن من أن يجني ثمار ما بذره من بذور الانقسام بين أهم فصيلين من فصائل الشعب الفلسطيني، ونعني به هنا حركة فتح وحركة حماس، لن يسره عودة الوحدة الفلسطينية، وسيبذل كل جهد ممكن، وهذا ما يقوم به فعلاً لإفشال المصالحة بين الحركتين والتي رعتها القاهرة، تم بموجبها توقيع اتفاق تتسلم وفقه السلطة الفلسطينية المؤسسات في قطاع غزة وإدارتها بما فيها المعابر. لذا أي عمل يدخل في إطار إفشال هذه المصالحة وعدم إتمامها ومحاولة إرجاع الفلسطينيين إلى المربع الأول من الانقسام ليكون فيه العدو الإسرائيلي بريئاً، بل هو في صلبه، لأنه يعلم أنه سيكون المتضرر الأول، فحين يستفرد بكل طرف من الأطراف الفلسطينية يختلف في النتائج عن مواجهته لجميع الفلسطينيين موحدين في الصف والكلمة والموقف. وأمام ما يجري من حملات إعلامية بين حركتي فتح وحماس على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أثناء زيارته لقطاع غزة، لن يخدم القضية الفلسطينية بل سيخدم عدو القضية الذي يعمل على تسريع إنجاز تصفيتها وفي أقرب وقت ممكن. الصحيفة تضيف: ومن المؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي تمكن من أن يجني ثمار ما بذره من بذور الانقسام بين أهم فصيلين من فصائل الشعب الفلسطيني، ونعني به هنا حركة فتح وحركة حماس، لن يسره إطلاقا عودة الوحدة الفلسطينية، وسيبذل كل جهد ممكن، وهذا ما يقوم به فعلا لإفشال المصالحة بين الحركتين والتي رعتها القاهرة، تم بموجبها توقيع الاتفاق تتسلم وفقه، وبموجبه السلطة الفلسطينية المؤسسات في قطاع غزة وإدارتها بما فيها المعابر. بعيداً عن السياسة، توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن أكثر من 2500 شخص في الأسبوع يمكنهم تفادي الإصابة بالسرطان، حفظكم الله، إذا قاموا بتغييرات في نمط حياتهم مثل ممارسة الرياضة وخفض الوزن. ووفقاً لتقرير جديد صادر عن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يمكن تفادي ما يقرب من 40% من حالات الإصابة التي جرى تشخيصها في المملكة المتحدة كل عام. ويعتبر التدخين هو مصدر رئيسي وأكبر سبب لهذا المرض، يمكن تفاديه، يليه الوزن السائد والتعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية وشرب الكحول وتناول كميات قليلة من الألياف وتلوث الهواء
الخارجي بالإضافة إلى ذلك. وحذر خبراء من أنه مع استمرار انخفاض معدلات التدخين وارتفاع معدلات البدانة يمكن أن تتجاوز السمنة التدخين باعتباره أكبر قاتل. وقال الرئيس التنفيذي للبحوث في المملكة المتحدة سير هاربر كومر: إذ لم نكن حذرين فإن البدانة ستحل محل التدخين. ويظهر البحث الذي نشرته المجلة البريطانية للسرطان أن البدانة تسبب 13 نوعا مختلفا من هذا المرض، تصيب الأمعاء والثدي والرحم والكلى، ويمكن منع أكثر من 20 حالة من خلال الحفاظ على وزن صحي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.